اليوم الحمد لله فضل الله تم تدشين مشروع سقيا الإمارات 23 بير الساحل الغربي، يعتبر المشروع الأول في الساحل الغربي بحيث أنه يخدم القرى ممتدة على طول الساحل الغربي من الخوخة للمنبر بمسافة 127 كيلو. هاي الأبار مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، تم تزويدها بمحطات تحلية مع خزانات مياه، تجهيزها لاستخدامها للشرب الإنساني، تجهيز أماكن أيضا طول الطريق لتوفير المياه والسقية للمارين في الشارع هذا الذي يخدم عدد كبير من الناس بعد تحرير المناطق اللي لم يتم تحريرها. ندشن اليوم البدء في عمل مشروع سقيا الإمارات في الساحل التهامي الممتد من مديرية الخوخة إلى قرية منبر في الدرهمي. مشروع ذو فائدة كبيرة جدا، وهو المشروع الأول الذي ينفذ في هذا الخط منذ إنشائه وتنفيذه.